نحن نعتقد ونوقن يقينا بأن لن تنفك الأزمة إلا برحيل هذا الرئيس الذي هو تسبب في التأزيم السياسي والاحتقان السياسي. لذلك رئيس مجلس الوزراء لما خالف الإرادة الشعبية ورأي الشعب من بعد انتخابات 5 ديسمبر 2020 وتحالف مع رئيس مجلس الأمة الذي كان أحد شعارات المرشحين للوصول إلى مجلس الأمة ألا يصوت في الرئاسة لمرزوق الغانم، مرزوق الغانم كونه في أداء في الرئاسة كان أسوأ أداء رئيس مجلس الأمة على مستوى التاريخ السياسي الكويتي، لمخالفته للائحة، لمخالفته للدستور، لتعطيل التشريعات، لإيجاد تشريعات سيئة مضرة للشعب الكويتي، تقييد الحريات، كثرة الفساد في هذه الفترة، أمور كثيرة يرونها الشعب الكويتي ما في لا تنمية ولا إصلاح ولا تحقيق طموحات الشعب الكويتي. فلذلك كان الشعار الذي وصل به كثير من المرشحين والنواب الحاليين هو عدم التصويت في الرئاسة لمرزوق الغانم. ويعرف الشعب الكويتي كيف حصل مرزوق الغانم على الرئاسة بتصويت الحكومة وأيضا بتغيير القناعات التي يعرف الكثير كيف تغيرت هذه القناعات. صباح الخال جزء من الأزمة نعم، لكن الأزمة انبنت وتكونت عندما تحالف صباح الخالد مع مرزوق الغانم. اليوم نقول أي رئيس مجلس وزراء يأتي في المستقبل هو بين خيارين، إما أن يعود مع الشعب وكفة الشعب ولذلك سوف يتعامل معه مرزوق الغانم وفق أدواته ويحرك عليه الأدوات، وبالتالي راح يحرق هذا الرئيس المستقبلي سياسيا وليس يعني ولن تكون له عودة في المستقبل. الأمر الآخر أن يأتي رئيس يتعاون أيضا ويضع يده مع صباح مع مرزوق الغانم وسيكون مصيره مصير صباح الخالد بأنه سوف يكون هنالك تصويت عليه بعدم التعاون.